السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه محاضرة عن اضطرابات الشحوم، عددناها سوية أنا والدكتور زياد مرزوق. رح نبدأ بهي الحالة السرية لمريض عمره 60 سنة، عنده داء سكري نمط ثاني من حوالي 12 سنة، يعني مزمن مدخن. حاليا عنده تشوش رؤية، عملنا استشارة عينية تبين عنده اعتلال شبكية سكري. بفحص العلامات الحيوية كانت ضمن الطبيعي، وفحص المريض ضمن الطبيعي. في حال وضعنا المريض على خافض للشحوم، فما هو هدف الـ LDL عند هذا المريض؟ هل هو أقل من 116؟ هل هو أقل من 100؟ هل هو أقل من 70؟ أم أقل من 55؟ طبعا تبعا لهذه الحالة، وفقا لل يعني الظروف التي يوجد فيها الحالة، داء سكري مزمن أكثر من 10 سنوات، وجود إصابة أعضاء هدف سواء اعتلال الشبكة السكري أو اعتلال الكلية غالبا، فالهدف هو أقل من 55. كيف نعرف ما هو الهدف؟ طبعا بالنظر إلى هذا الجدول الذي يقيم إجمالي الخطر بالنسبة لأمراض القلب والأوعية، ويصنفها تبعا لمستوى الخطورة إلى منخفض أو متوسط أو مرتفع أو خطر عالي جدا. إذا هاي الخطورة تبعا لها يكون مستوى الهدف المطلوب من الـ LDL. في مريضنا إذا تذكرنا بعض الأمور، كان تصنيفه هو مرتفع جدا خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية، نظرا لوجود أزيد أعضاء هدف أو الخطورة التي لديه تأتي من يعني المدة أحيانا. طبعا هذا التصنيف يكون مستوى الهدف أقل من 55 ملي جرام على الديسيلتر. لو كان التصنيف مرتفع فقط، وهو يعني مثلا مرض السكري لمدة أكثر من 10 سنوات بدون وجود أزيد أعضاء هدف، فيكفي أن يكون مستوى الهدف من LDL أقل من 70. في الخطورة المتوسطة عندما يكون مدة سكري أقل من 10 سنوات، فالهدف من LDL هو أقل من 100. في حال كانت الخطورة منخفضة وتقدر معدل الخطورة أقل من 1%، فهنا يعني مستوى الهدف من LDL أقل من 116. سنأتي على تفصيل هذه المجموعات الخطر القلبية كل واحدة على حدة. طبعا يمكن حساب معدل الخطورة القلبية لعشر سنوات وفق الكثير من السكورات. من هذه السكورات والتي توجد عبر تطبيق على الإنترنت اسمه ACCVD Plus، تعطيه بعض المعلومات كالضغط، الكوليسترول الكلي والكوليسترول الجيد، وإذا كان في عندنا سكر أو ضغط، ويعطيك مستوى الخطورة تبعا له. وتبعا لمستوى الخطورة كما تشاهدون يمكن حساب إجمالي الخطر، فهنا نسبة الخطورة أقل من 1% فهي خطر منخفض، فالمستوى الهدف أقل من 116. تكون مستوى الخطورة من 1 إلى 5%، ومستوى خطورة متوسط لما تكون بين 5 و10، مستوى مرتفع لما يكون مستوى الخطورة أكثر من 10% فيكون خطر جدا. هناك إجراءات عامة يجب القيام بها لكل المرضى المصابين بفرط الشحوم. يجب نصحهم بالانقطاع عن التدخين بكافة أشكاله، يجب نصحهم بالنظام الغذائي منخفض الدهون المشبعة مع التركيز على منتجات الحبوب والخضروات والفاكهة والأسماك. والنشاط الفيزيائي يجب أن يكون معدل 3.5 إلى 7 ساعات وسطيا في الأسبوع، أو معدل يومي 30 إلى 60 دقيقة. وزن الجسم يفضل أن يكون مباشر كتلة الجسم BMI بين 20 و25 مخيط الخصر، أقل من 94 عند الرجال وأقل من 80 عند النساء. الضغط الدموي يجب الحفاظ عليه تحت 140/90 مليمتر زئبقي. أيضا بالنسبة إلى الشحوم السيئة الـ LDL، كما قلنا أن هناك يعني المخاطر العالية يجب أن يوضع على نظام علاجي يخفض الـ LDL أقل من 55، أو يعني أقل من 50% من القيمة الأساسية. طبعا من المحتمل أن يتطلب علاج قوي بالستاتينات لخفض الـ LDL، لذلك يجب أن التركيز هنا يعني على الستاتينات القوية. في الخطورة المرتفعة الـ LDL أقل من 70،
كما ذكرنا، أو خفض أقل أكثر أو يساوي 50% من القيمة الأساسية للـ LDL. الخطورة المتوسطة الهدف أقل من 100، الخطورة المنخفضة أقل من 116. بالنسبة للشحوم الـ Non HDL، الهدف إنه تكون تحت 80، تحت 100، تحت 130 حسب الخطورة. مثلا تحت 80 للخطورة العالية، جدا تحت 100 للخطورة العالية، تحت 130 للخطورة المتوسطة. بالنسبة للأبو بروتين بي، أيضا الهدف إنه يكون تحت 65 للأشخاص خطورة عالية جدا، تحت 80 الخطورة العالية، وتحت 100 الخطورة المتوسطة. بالنسبة للشحوم الثلاثية لا يوجد هدف، لكن بيقولوا إنه تحت 150 هو يعني بيشير لمخاطر أقل، والمستويات الأعلى بحاجة للبحث عن عوامل خطورة أخرى. السكري، يجب ضبط السكري حسب انخفاض الجلوكوزي تحت 7%. سنركز على مجموعات الخطر اللي حكيناها، كل منها وهدف المعالجة حسب الـ LDL، وإذا كان هناك توصيات للوقاية الأولية أو السنوية. في مجموعات الخطورة العالية جدا والتي تصنف أنها أي مرض قلبي وعائي عصيدي مثبت، مثل مثلا TIA، داء شرايين إكليلية، ستروك احتشائي، طبعا داء الشرايين المحيطية الباد، Peripheral Artery Disease. أي مريض سكري لديه إما ثلاثة عوامل خطورة، مثلا عنده ضغط سكر مضخم بداني قصة عائلية، أو مريض سكري صار له 20 سنة، أو مريض سكري عنده أزيد أعضاء هدف، سواء أزيد أعضاء هدف كلية أو شبكية أو أعصاب، اعتلال كلية، اعتلال شبكية، اعتلال أعصاب، أي يعني إنه المريض عنده خطورة عالية جدا. أي مريض قصور كلوي مزمن سكدي جي اف ار أقل من 30 هذا يصنف كخطورة عالية جدا. أي مريض لديه قصة عائلية فرط كوليسترول مع أي عامل خطورة أخرى، أو أي مرض وعائي مثبت، هذا لحاله عالي الخطورة. سكور الخطورة القلبية إذا حسبناه يكون 10% أو أكثر. في أي مجموعات مثل ما حكينا إنه لازم يكون الـ LDL تحت 55 أو أقل من 50% من القيمة القاعدية. طبعا بهذه الحالات يعني ممكن يكون عندنا وقاية أولية أو سنوية. الوقاية الأولية طبعا هنا ما بيكون في عندنا مرض قلبي مثبت، لكن الوقاية الأولية LDL إذا كان هو بالأصل أقل من 55 ما في داعي للعلاج، إنما يعني تعديل نمط الحياة. إذا كان بين 55 و70 فيجب إنه يعني نعالج بالستاتين، حتى لو ما كان في مرض قلبي مثبت. ال LDL أكثر من 70 فلازم نعدل نمط الحياة ونعالج بالستاتين أيضا. بالنسبة للوقاية السنوية، مهما كانت قيمة ال LDL يجب أن نعالج بالستاتين، يعني حتى لو كانت ال LDL قيمتها البدئية أقل من 55 فيجب أن نعالج بالستاتين. هون عندنا مرض قلبي وعائل مثبت، لأنه الستاتين له يعني تأثيرات أخرى غير خافض للشحوم، له مضاد التهاب، مضاد أكسدة، بيحافظ على البطانية الوعائية، بيقلل من تطور عصائد شريانية، بيحافظ على الاستقرار. ولما بيكون أكبر من 55 طبعا هون المعالجة يعني راح تكون أكيد أساسية. في حال تكررت الحوادث الوعائية مرة ثانية، يعني جتنا جلطة أولى ثم جلطة ثانية ونحن عم نعطي ستاتينات، فهون ال LDL بيكون ضبطنا أكثر صرامة، يعني LDL أقل من 40، نحن قلنا هون أقل من 55. لما بيكون في عنا تكرار الحوادث الوعائية فيفضل الضبط يكون أقل من 40. ننتقل للمجموعة الثانية، مجموعة الخطورة العالية، وليس الخطورة العالية جدا، الخطورة العالية. هون لما يكون في عنا عامل خطر واحد مثل ضغط عالي أو كوليسترول عالي، الكلي أكثر من 310 أو الـ LDL أكثر من 190 أو داء سكري مع واحد أو اثنين من عوامل الخطورة، هناك قلنا ثلاثة عوامل خطورة، هون واحد لاثنين عوامل الخطورة، أو فترة السكر أكثر من 10 سنوات. إذا هون تصنيفها على الفترة أكثر من 10 سنوات. المريض فرط الكوليسترول عالي بس ما في عندنا عوامل خطورة أخرى، إذا يتصنف عالية الخطورة. سكور الخطورة القلبية بين 5 و10%. هون شو بنعمل؟ طبعا هدفنا نحن يكون ال LDL تحت 70. إذا كان ال LDL بالأصل تحت 70 فما في داعي نعطي ستاتين، نعدل نمط الحياة. ال LDL بين 70 و100 بنعدل نمط الحياة، نعطي ستاتين. ال LDL فوق 100 كمان نعدل نمط الحياة ونعطي ستاتين. بالنسبة للمجموعات متوسطة الخطورة، هنا مرضى الضغط درجة تانية، ضغطهم 160 و110، السكري ما في عنده أي عوامل خطورة، ومدة السكر تحت 10 سنوات. سكور عوامل الخطورة بين 1 و5%. هدف المعالجة هون عندنا أقل من 100 الـ LDL. إذا كان هو بالأصل الـ LDL أقل من 100 ما في داعي، نعدل نمط الحياة. بين 100 و190 نعطي ستاتين، نعدل نمط الحياة.
لما يكون يعني القيمة ال LDL فوق 190 نعدل نمط الحياة مع المعالجة الدوائية بالستاتين. طبعا بين 100 و 190 ممكن إذا ما استجاب على نمط تعديل نمط الحياة نعطيه الستاتين. مجموعات منخفضة الخطورة، هذول المرضى ما بيكون عندهم أي عامل خطورة، إنما يكون السكور عندهم تحت 1%. فهذا هدفنا ننقص ال LDL تحت 116. إذا كانت هي ال LDL تحت 116 نعدل نمط الحياة. بين 116 و 190 نعدل نمط الحياة، ما استجاب المريض نضيف المعالج الدوائي بالستاتينات، لكن إذا كان فوق 190 بده معالجة دوائية. طبعا بغض النظر عن الخطورة، LDL أكثر من 190 لازم نعالج. طبعا LDL أحيانا ممكن نحسبها من معادلة، يعني إذا ما كانت موجودة عندنا القيمة ال LDL، إذا كان عندنا الكوليسترول كله وعندنا ال HDL والتريجلسيريد بنحسبهم، الكوليسترول كلي ناقص ال HDL بين قوسين تريجلسيريد على 5، لكن بده يكون قيمة الشحوم الثلاثية أقل من 400 حتى تكون هاي المعادلة صحيحة. بس بدنا خلصنا حساب ال LDL، ممكن نحسب الشيء اسمه النون اتش دي ال اللي هو ال LDL زائد 30. قلنا مجموعات عالية الخطورة هدفنا يكون ال LDL تحت النون اتش دي ال تحت 85، مجموعات عالية الخطورة ال نون اتش دي ال تحت 100، مجموعات متوسط الخطورة النون اتش دي ال تحت 1300. طبعا هون ايش بنعمل؟ النون اتش دي ال اذا كان مستوى التريجلسيريد عالي أحيانا بيعطي قيمة كاذبة تريجلسيريد لل LDL. المرضى البدينين، المرضى اللي عندهم مستوى ال LDL القاعدي منخفض، ومرضى الداء السكري، فممكن نعتمد على قياس ال non HDL في يعني حساب الهدف. بالنسبة للأبوبروتين بي التارجت تبعه بنصنفه عالي خطورة، المرضى عالي خطورة لازم يكون تحت 65، مرضى العالي خطورة تحت 80 هون جدا يعني، والمرضى متوسطي خطورة تحت 100. ملاحظة مهمة جدا، كل مرضى فرط الكوليسترول فرط الشحوم لازم نستقصي عن قصور الدرق، لأنه قصور الدرق ممكن يعملنا فرط الشحوم. قبل ما نعطي أدوية خافض الشحوم لازم ننفي قصور الدرق. في حال وجدنا قصور درق نعالجه لمدة 3 أو 4 شهور تيروكسين، إذا ما عادت مستويات الشحوم للطبيعي ممكن هون نستطب خافضات الشحوم. إذا ننفي قصور الدرق وإذا وجد بنعالجه. الملاحظة الثانية، البالغين اللي عمره تحت اللي عمرهم تحت 40 سنة وعندهم قيم ال LDL 160 وعندهم قصة عائلية لإصابة بأمراض القلب الأوعية، هون ممكن نعطيهم ستاتين، يعني رغم إنه نحن قلنا إنه لازم يكون ال LDL فوق 190، لكن هدول شباب وقصة عائلية، فبصراحة ممكن هون الهدف يكون عندنا أقل ونبدأ بالعلاج بالستاتين. فهذا يعني توصية بس خاصة في الشباب. رح نحكي شوي عن الأدوية المستخدمة في علاج فرط الشحوم وإنقاص ال LDL. هيدا يعني المخطط اللي بيمشوا فيه أدوية يعني الشحوم، مثل ما انتم شايفين الستريت مع كونزيم A تحول لأستيل كونزيم A. التحول هذا من الستريت لأستيل كونزيم A عبر الـ ATP، إنزيم الـ ATP اللي هو يعني البيمبوديك أسيد اللي بتمنع هذا التحول من أستيل كونزيم A للكوليسترول في إنزيم اسمه HMG. تثبيط هذا الإنزيم اللي بيحول الأستيل كونزيم A للكوليسترول هو آلي تأثير الستاتينات جميعا. بعدها الكوليسترول بينقص يعني فعاليته بالجسم، وفي انزيم NBCL1 اللي هو بيعيد امتصاص الكوليسترول من الامعاء، فهون بيجي الازيتيمين بيمنع عودة امتصاص الكوليسترول من الامعاء. أخيرا في عنا هون التحول من ال LDLR عبر يعني ال BCSK9 اللي هو بيتحول ل BCK9 mRNA، بيثبطوا هذا الدواء اللي اسمه BCK9 inhibitor، وهم الأدوية المثبطات الجديدة.
رح نحكي على الستاتينات كأشهر دواء واللي بتلعب دور أساسي في تخفيض الشحوم السيئة. هو عبارة عن يعني أي تأثيرها مثبط للأنزيم HMJ وأنزيم أيرودكتاز اللي بتلعب دور أساسي هاي الخميرة في إنتاج الكوليسترول من الكبد. لذلك هي بتنقصنا ال LDL 50% من القيم القاعدية، أيضا بترفع الشحوم الجيدة ال HDL وبتنقص الترايجليسيريد. إذا بتعمل على كل أنواع الشحوم بتنقص الشحوم السيئة LDL وترايجليسيريد وبتزيد الشحوم الجيدة ال HDL. طبعا الستاتينات مقسمة إلى نوعين، ستاتينات محبة للدسم مثل الأتورفاستاتين سيمفاستاتين، وستاتينات محبة للماء مثل الروزوفاستاتين وبروفاستاتين. أيضا تقسم الفعالية، الأطول عمرا وأكثر فعالية هي الأتورفاستاتين والروزوفاستاتين. أيضا يصنفوا الأتورفا والروزوفا كستاتينات قوية لما تكون بالجرعات، الأتورفاستاتين 40 إلى 80 والروزوفاستاتين الجرعة 20 إلى 40. طبعا تخفيض ال LDL 38 ملغ بينقص لنا خطر الموت القلبي والستروك والام اي بنسبة 22%، وهي نسبة كتير مهمة كتير بنحكى فيها بالدراسات انه هي من اكثر النسب يعني تخفيضا للحوادث القلبية الوعائية. رغم انه بيقولوا التدخين هو الاقوى، لكن هيدا كتير بتندرس في مراجع انه هو الاقوى. إذن هذا تصنيف ستاتينات حسب القوة. ستاتينات القوية اللي هي الأتورفاستاتين 40 ل 80 والروزوفاستاتين 20 ل 40. الستاتينات المتوسطة، الأتورفا بجرعة 10 ل 20 هي ستاتين متوسط القوة، بخفض لنا ال LDL تقريبا 30 ل 40 ل 50%. روزوفا أيضا بجرعة 5 ل 10 هو ستاتين متوسط. البقية الأدوية بجرعاتها العليا سيمفا 20 ل 40 هو ستاتين متوسط، برافا 40 ل 80 الى اخره. ستاتينات الضعيفه سيمفاستاتين بجرعه 10 هو ستاتين ضعيف بنقص ال دي ال اقل من 30%، لكن هون ستاتينات قويه بنقص ال دي اكثر من 50%. باقي الادويه ما كثير متوفره عندنا. لازم نحكي عن تاثيرات جانبيه للستاتينات. بيعمل اعراض عضليه عند 15% الام عضليه بالربله، ممكن يعمل انحلال عضلي 2 بالالف، الأذية الكبدية وارتفاع بوظائف الكبد 2% تقريبا مرضى. في خطر انه بتعمل نزف دماغي لكن غير مؤكد. في خطر تطور داء السكري تقريبا 3 بالألف، خاصة إذا كان بي ام اي كبير. هو بالأصل مريض السكر والصيامي فوق 100، يعني عنده بري دايابيتس، عنده متلازمة استقلابية والخضار والجلوكوزي فوق 6. طبعا لما بنحط مريض على ستاتينات يفضل المراقبة بالسكر الخضار والجلوكوزي إذا مريض عالي الخطورة أو موضوع على جرعات عالية من الستاتينات، لكن إذا صار سكر ما استطبع الموقف ستاتين، بالعكس بنستمر فيه. إذا مشان نتذكر التأثيرات الجانبية للستاتينات، هي مثبطات HMG كوإنزيم ريدكتاز إنهيبيتورز، فالأحرف الأولى H هيباتو توكسيسيتي أذية كبدية، إم مايوباسي اعتلال عضلي سواء كان ألم عضلي أو التهاب عضلات، يعني الشغلتين بصيروا لكن الالتهاب العضلات أقل يعني الانحلال العضلي. جي أي أبسيت ممكن يعمل لنا شوية غثيان أقياء وسهال، كتركت متهم بالساد، وأيضا رابيدومايلايزز انحلال العضلي، والآي ممكن يزيد لنا خطر الديابيتس increase risk of diabetes. مضاد استطباب ستاتينات إذا في حمل، إذا في إرضاع، إذا في مرض كبدي فعال لأنه بيعمل أذية كبدية. شو مراقب الستاتينات؟ أول شيء في حال ظهور أعراض انحلال عضلي لازم نوقف فورا العلاج بالستاتين، يعني صار عندنا نخر عضلي، بيت ميوغلوبين، صار في قصور كلوي، بنوقف الستاتينات. في حال ظهور اعتلال عضلي مرتبط بالستاتين لازم أول شيء ننفي الأمراض العضلية الأخرى اللي بتسبب أعراض عضلية، مثلا قصور الدرق لازم ننفيه. واحد بياخد أدوية مضادات القلق، مضادات اكتئاب، عوز فيتامين د، قصور كلي، انسداد صفراوي، كل هدول ممكن يعملوا لنا اعراض عضليه اخرى. ممكن نقلل جرعه الستاتين هون بالاعتلال العضلي، مو بالانحلال هون بس بالاعتلال الام عضليه. اذا كان الستاتين قوي بنعمل له ستاتين متوسط، مثلا كان اتورفاستاتين 40 مساوي 20. اللي تلقوا علاج الستاتين او وقفوه انذارهم اسوأ بالنسبه اللي لم يتلقوا علاج ستاتين من البداية، يعني الإنذار أسوأ لما نوقف ستاتين. الاستفادة ممكن ننقص جرعة ستاتين
ونضيف ازيتيميم. ممكن نعطي استاتين يوم ايه ولا ممكن نعطي استاتين مرة او مرتين اسبوعيا اذا استمرت الاعراض. لذلك مراقبة الاستاتينات ب يعني البروفايل الشحوم دائما كل بعد 4 أسابيع ضرب 4 مرات بالبدء بالعلاج، يعني كل شهرين تقريبا. كمان إذا عدلنا الجرعة ب4 8 أسابيع حتى نوصل للهدف، ثم بعدين كل سنة إذا وصلنا للهدف. لذلك يعني التعديل كل شهرين تقريبا 8 أسابيع. طيب لما بصير في عندنا آلام عضلية بالستاتينات، إذا كان انحلال عضلي لازم هون يعني نوقف ستاتين ونروح على يعني الإزيتيميب. إذا ما تحسن نروح إما الكوليسترامين أو مثبطات بيسيكيت 9، هذا بالنسبة للانحلال العضلي. أما بالنسبة ل يعني الضعف العضلي أو الآلام العضلية نشوف السيكي. إذا كان السيكي هو 4 أضعاف بنوقفه 6 أسابيع حتى ترجع السيكي الطبيعي وتزول الأعراض. بعدين نعطي إما ستاتين جرعة ستاتين قوي جرعة منخفضة أو ستاتين قوي بجرعة يوم أي يوم لا أو مرتين بالأسبوع. أو لما بيكون العرضي والسيكي تحت 4 أضعاف نوقفه 2 لـ4 أسابيع. إذا تحسنت الأعراض نعطي جرعة ستاتين آخر جرعة كان عم ياخدها المريض. إذا عادت الأعراض مرة تانية كمان نخفض جرعة الستاتين القوي أو نعطي ستاتين يوم أي يوم لا أو مرتين بالأسبوع. أما إذا استمرت الأعراض بعد إيقاف الستاتين ندخل الستاتين نحاول ندخله مرة تانية ونبحث عن أسباب أخرى إذا ما وصلنا للهدف الستاتينات الجرعة القصوى، نضيف إزيتيميب أو كوليسترامين أو مثبطات بيسيكيت 9. بالنسبة لخمائر الكبد أثناء المعالجة قبل بدء المعالجة لازم نبدأ بوظائف الكبد عشان يكون عندنا بيز لاين. بعد 8 لـ12 أسبوع من العلاج أو إذا زدنا الجرعة أو ظهرت أعراض عنا كبدية من كمان بنراقب خمائر الكبد. فإذا كانت قيمة وظائف الكبد أقل من 3 أضعاف طبيعي بنستمر بالمعالجة ونعيد وظائف الكبد بعد 4 لـ6 أسابيع. أما إذا كانت قيمة وظائف الكبد أكثر من 3 أضعاف نوقف المعالجة بالستاتين ونعيد التحاليل بعد 4 لـ6 أسابيع. إذا الإيقاف إذا كان الارتفاع كتير. بالنسبة للكرياتينين كيناز أثناء المعالجة بالستاتينات نأخذ دائما بيز لاين قبل البدء بالعلاج. إذا كان بالأصل السيكي مرتفع أكثر من 4 أضعاف ما بنبدأ بالعلاج بالستاتينات. الحالة الثانية إذا كان الارتفاع ظهر بعد بدء العلاج، الارتفاع أكثر من 10 أضعاف أكيد نوقف المعالجة. نقيم وظائف كلية نتابع السيكي كل أسبوعين. إذا ارتفاع بين 4 لـ10 أضعاف إذا ما كان عرضي نستمر بالعلاج ستاتينات بنتابع كل 2 لـ6 أسابيع. أما إذا في أعراض فنوقف أكيد ستاتين ومنضل نستنى بينما يرجع ستاتين السكير الطبيعي. بنعيد ستاتين بجرعة أقل ونتابع السكير كل 2 لـ4 أسابيع طبعا، ونستبعد الأسباب اللي بترفع السكير. عند المسنين أكبر من 65 إذا عنده مرض قلبي مثبت مثله مثل المرضى الصغار، لكن بالنسبة للوقاية الأولية عند المسنين حسب مستوى الخطورة تحت عمر 75. في حال وجود قصور كلوي وتداخلات دوائية نفضل نبدأ بالستاتينات بجرعات صغيرة ونرفعها تدريجيا حتى نوصل ل LDL الهدف. إذا ما بدنا استاتينات قوية أتورفا روزوفا بجرعات 40 لـ80 للأتورفا والروزوفا 20 لـ40. إذا صار عندنا آلام عضلية سابقة بالمعالجة بالستاتينات الأفضل شيء هن روزوفا وبروباستاتين إنه بيكونوا محبات للماء ما محبات للدسم. إذا كان المريض شاكين إحنا بمشاكل تتعلق بالمطاوعة فأفضل شيء تختاروا الاستاتينات طويلة النصف العمر وهي أتورفا وروزوفا. بالنسبة للتداخل مع أدوية اللي سيتوكروم B3A4 نتجنب سينفا ولوفا والأتورفا وما في مشكلة بالبرافاستاتين والروزوفاستاتين. في حالات القصور الكلوي نحذر من الروزوفاستاتين، لا مانع من الأتورفاستاتين والفلوفاستاتين. إذا هيدا بالنسبة للقصور الكلوي. التداخلات الدوائية لازم نعرفها. في بعض الأدوية بتتداخل مع الاستاتينات بتزيد الاتلاف العضلي بتزيد الانحلال العضلي.
مثلا حاصلات الكالسيوم فيربامين دلتيازين أمينودوبامين في تداخل جيد معهم، في تداخل مع مضادات الفطور إتراكونازول كيتوكونازول، تداخل مع الصادات الحيوية مثل الأريسترو كلاريسترومايسين، مثبطات أدوية البروتياز أدوية الإيدز، مضادات طلبات نظم أميدارون، سايكلوسبورين، دانازول، رانولايزين، عصير الجريفون مهم جدا، بيزيد التداخل الدوائي، بيزيد الستاتينات، فبيزيد الاعتلال العضلي والانحلال العضلي. طبعا جيم فيبروزيل هو من أدوية يعني الشحوم، أيضا مضاد الشحوم الأخرى، مشاركته مع الستاتينات بتزيد لنا الاعتلال العضلي، يرجى الحذر منه. أي شوي مقارنة مع الستاتينات، عادة الستاتينات المحبة للدسم يجب أخذها مساء مثل فلوفاستاتين، لوفاستاتين، أيضا سيمفاستاتين. أما الأتورفاستاتين والروزوفاستاتين بأي وقت بدنا إياه ممكن يصير. زي هي مهمة كتير إنه يعني ما ضروري نقول للمريض قبل النوم. بالنسبة للأخذ مع الطعام ما في عندنا غير واحد هو اللوفاستاتين لازم نأخذه مع الطعام. بالنسبة لعصير الجريفون نتجنب الأتورفاستاتين بالذات واللوفاستاتين والسيمفاستاتين، روزوفا ما بيتأثر بعصير الجريفون. بالنسبة لخطر الاعتلال العضلي هو خطر منخفض الأتورفاستاتين والروزوفاستاتين. بالنسبة للسيمفاستاتين هو خطر متوسط مثله مثل اللوفاستاتين. من الأدوية اللي خافضات الشحوم اللي بنحكي عليها هو الخط، يعتبر خط تاني، هو الإزيتيميب اللي بيقلل امتصاص الكوليسترول من الأمعاء. طبعا انقاصه ال دي ال أيضا 22%، بينما الستاتينات 50%، أيضا بيرفع ال اتش دي ال وبيخفض التريجليسيريد. بنستخدمه بجرعة 10 مللي جرام في حال ما وصلنا لل دي ال الهدف، رغم استخدام جرعة عظمى من الستاتين أو أعلى جرعة بتحمل المريض من الستاتين، أو إذا المريض ما تحمل الستاتين إذا ارتفعت وظائف كبد وارتفعت الخمائر العضلية، فممكن نستخدم الإزيتيميب كدواء بديل. ما بيتعدل بالقصور الكلوي، بالقصور الكبدي الخفيف ما بيتعدل جيد. من الأدوية كمان خفضات الشحوم رابطات الحموض الصفراوي مثل الكوليسترامين، تخفيضها ال دي ال مثل تقريبا الإزيتيميب 25%، لكنه بيرفع التريجليسيريد وما بيأثر على اتش دي ال، يعني مو مثل الإزيتيميب. جرعته 24 مللي جرام بنعطى بعد ساعة من إعطاء بقية الأدوية أو قبل 4 ساعات، بنقص مشكلته بنقص امتصاص الفيتامينات المنحلة الدسم الكلى الكا والأي والدي والآر، بيعمل إمساك وعصفة هضم. من الأدوية الحديثة لخفضات الشحوم مثبطات بي سي كي 9، بي سي اس كي 9، أدوية غاية الثمن عبارة عن أضداد وحيدة النسيلة ايفولوكوموماب واليروكوموماب، بتنقص ال دي ال حتى 60%، يعني هي اكثر كثير من الستاتينات، بترفع لنا الاتش دي ال ايضا وبتنقص التريجليسيريد. طبعا استخدام المرضى عليه خطوره جدا، اذا ما وصلنا لل دي ال الهدف اذا بعد ما نستخدم الستاتين والايزيتيميب، هي كوقايه ثانويه. وقايه اوليه فرط الكوليسترول العائلي متخالف الواقع موجود عامل خطر، وما وصلنا لل دي ال الهدف عند المرضى اللي عندهم جرعة عظمى من الستاتين والإزيتيميب. إذا نعتبروه خط ثالث بنعطى مرة واحدة أو مرتين بالشهر. في أدوية أخرى قليلة الاستخدام وغالية التكلفة من خافضات الشحوم، بين بوديك أسيد وميبو ميرزان وإنكليزيران. هاي راح نحكي شوي عن الأدوية تبعا لتخفيضها للشحوم. إذا استخدمنا ستاتين متوسط القوة بيخفض لنا الشحوم 30%، ستاتين مرتفع القوة بيخفض شحوم ال دي ال طبعا 50%. إذا ضفنا ستاتين مرتفع القوة مع الايزيتيميب بيصير تخفيضنا للشحوم 65%، نسبة ممتازة جدا. لما بنستخدم مثبط بي سي كي بي سي اس كي 9 بيخفض لنا ال دي ال 60%، لما بنعطيه مع الستاتينات تخفيض الشحوم 75%، لما بنضيف له الايزيتيميب لستاتين مرتفع القوة مثبطات بس سي اس كي 9 تخفيض الشحوم بيصير 85%، اذا تخفيض تآزري بالنسبة لخافضات الشحوم. بننتقل لفرط الشحوم الثلاثية. حكينا على ال دي ال، شحوم ثلاثية احيانا ترتفع لحالها. اذا كان قيمة الشحوم الثلاثية
أقل من 500 بالمرضى عالي الخطورة، وعالي الخطورة جدا مع ترايجلسيد فوق 200. الخط الأول هو استاتينات، نعطي استاتين بعدين بنشوف إذا في يعني. في حال استمرار ارتفاع الترايجلسيد رغم الوصول لأقصى جرعة محتملة من الاستاتينات، ممكن الخطوة الثانية نعطي أوميجا 3 أو بسموه إيكوزا بنتينيل 2 جرام مرتين باليوم. إذا الشحوم بين 135 وال 499 على الرغم من إعطاء جرعة عظمى من الستاتينات، ممكن نعطي فينوفيبراد إذا استمرت الشحوم فوق 200 على الرغم من إعطاء جرعة عظمى من الستاتينات. أفضل ستاتين للمشاركة مع الفينوفيبراد هو الروزوستاتين، يعني أقل تداخل دوائمه. طبعا جيم فيبروزيل ما بتشارك أبدا مع الستاتينات. إذا المستوى التريجلسيد فوق 500 نعطي فينوفيبرات. ممكن هون يصير عندنا التهاب بنكرياس، لازم نضبط السكر، نقلل السكريات وعدم تعاطي الكحول. بالنسبة لالتهاب بنكرياس فرط الشحوم له خيارات علاجية، يعني حالة خاصة هو ممكن نلجأ لفصل البلازما أو نعطي أنسولين 0.1 أو 0.3 على الكيلو بالساعة أو متابعة سكرية. إذا انخفض السكر ممكن نعطي سيروم سكري معه ونوقف تسريب الأنسولين لو تصير تريجلسيريد تحت 500، وكل 12 ساعة بنراقب التريجلسيريد. إذا من الأدوية خفض الشحوم إنها الفيبرات، في جيم فيبروزيل، في بيزا فيبرات، في فينو فيبرات هو أفضلهم للمشاركات، باي مو فيبرات. هاي بتنقص التريجلسيريد 50%. إذا هاي تركيزها الأساسي على التريجلسيريد وليس على ال دي ال، بترفع لنا ال دي ال. لاحظوا انه بتنقص تطور الاعتلال الشبكية، تنقص الحوادث الوعائية القلبية لكن ما تنقص على الوفيات. التأثيرات الجانبية مثل الستاتينات، أعراض عضلية أزياء كبدية، بتنقص GFR، بتعمل طفح جلدي، بترفع الهيموستين، كمان بتعمل التهاب بنكرياس، بتعمل حصيات مرارية. إذا حكينا على الأوميجا 3، الأدوية اللي بتخفض التريجلسيريد أيضا، المثال إلى إيكوزا، يعني دواء كتير مشهور إيكوزا بنتينيل، جرعته 4 جرام يوميا و1 جرام بيجي. لاحظوا انه بزيد خطورة النزف، له خطر تطور سرطان بروستات واعراض هضمية. في دواء بيستخدموه فرط الكوليسترول العائلي المتماسك اللواقح اسمه لوميتابيد، اسمه التجاري لوجوكستا. النياسين من الادوية اللي بترفع ال HDL، تركز بشكل اساسي على ال HDL وبتنقص التريجلسيريد وبترفع ال VLDL. طبعا بترفع حمض البول وبتسبب نقرس. نياسين معروف الفيتامين المشهور. إذا لما يكون في عنا يعني حاجة لإعطاء الاستاتين، مثل ما قلنا المرضى يعني منخفضين متوسطي الخطورة أو عالي الخطورة، هون يعني طبعا إذا المريض عالي الخطورة بنبلش له فورا بتخفيض ال LDL بالستاتينات العالية الفعالية، نوصل لأعلى جرعة. إذا وصلنا للهدف بنتابع فحص الشحوم بشكل سنوي، إذا ما وصلنا للهدف بنضيف إيزيتيميب، إذا ما وصلنا للهدف بنضيف مثبطات BCSK9، إذا وصلنا للهدف بنتابع بشكل سنوي. ولا ننسى نعدل نمط الحياة، النمط الغذائي، تخفيض الوزن، نشاط فيزيائي، إيقاف التدخين، ضبط الضغط وضبط السكر مثل ما حكينا بداية المحاضرة. بالنسبة للشحوم الثلاثية، لما يكون في عندنا ارتفاع شحوم ثلاثية في إجراءات عامة، نضبط إرعام الخطورة، ضغط السكر، نخفض الوزن، نعمل حمية قاسية عن الدهون، نتجنب الأدوية اللي بتسبب لنا ارتفاع الشحوم الثلاثية، بنتجنب الكحول، بنضبط ال LDL حسب التوصيات اللي حكيناها من قبل، سواء تحت ال 55، تحت ال 70، تحت ال 100، تحت ال 115. وفي حال استمر ارتفاع الشحوم فوق ال 150 بنروح حسب الحالة. إذا كان ارتفاع الشحوم متوسط بين 150 لل 499، يعني تحت ال 500، بنشوف خطر الأوعية القلبية. طبعا خطر الأوعية القلبية أي مرض قلبي مثبت، داء سكرية وعنده عوامل خطورة، سواء عمره فوق 50، عنده أزيد أعضاء هدف، اعتلال شبكية، اعتلال كلية، السي ار بي فوق 3، ال اتش دي ال تحت 40، عنده ضغط، هذا وجود داء سكري مع هدول معناتها خطر وعيلي. إذا خطر وعيلي بنضيف أوميجا 3،
إذا ما خطر عليه نستمر بالإجراءات العامة اللي عملناها تبع خفض ال LDL والحمية. أما بيكون فرط الشحوم فوق 500 تحت 2500 و999 أيضا بنشوف. إذا الخطر القلبي عالي بنضيف أوميجا 3، وفي حال بقيت الشحوم الثلاثية مرتفعة بنضيف بعدين الفيبرات. أما إذا ما في خطر مرض قلبي بنضيف الفيبرات، في حال بقيت الشحوم الثلاثية بنضيف الأوميجا 3. إذا هون فرط الشحوم بين 500 و999 بنضيف الفيبرات. أما ما يكون الشحوم فوق 1000 فما بصير نعطي خافض للشحوم، نستمر بالإجراءات العامة لينقص تحت 1000 وبعدين نقيم إضافة الفيبرات أو إضافة الأوميجا 3. شكرا، هاي محاضرتنا هذا اليوم.